شعارهم الاتحاد لخدمة الوطن، وعنوانهم مخابر جامعتنا. هنا يلتقي هؤلاء طلبة ليس للدراسة بل لإنتاج معقمات طبية تحمي من فيروس كورونا. L'idée تاعنا de départ c'était à l'aide le manque sur le marché d'âge hydroalcoolique vu que كانوا les demandes ou il n'était pas disponible les hôpitaux من هيك ما جاتنا l'idée قلنا peut-être on peut développer on peut le produire فدرنا قبل sur Facebook par un groupe لقينا presque des amis avec des étudiants فمن هنا كنا مع الاول واحد يهضر ليدي ما تقولنا واش رايكم واحد يقول زعما واش قادرين واش ماشي قادرين بعد كل واحد بدا يسقسي في جهته حتى لقينا في ديك سي بوسي تما سي لونسي. عزيمتهم وإصرارهم على التفوق لم يبقى حبيس قاعات الجامعة بل تعدى إلى إثبات جدارتهم في إنتاج مثل هذه المواد للتغلب على هذه الجائحة. جمعنا ككتلة واحدة من أجل المساعدة والمساهمة في اجتياز هذه الجائحة الكبيرة اللي راهي تقيس الشعب تاعنا واللي واحد فينا ما هو حاب يقعد مربع يديه ولا ما ماشي حاب يساهم في على الأقل في عفسة صغيرة. اجتهاد وتركيز لا مجال للخطأ، الكل هنا يتبع توجيهات الأستاذ المشرف على العملية. هو الطلبة جاءوا من عدة كليات على كل حال، كانت كلية تاع بيولوجيا، كلية تاع جيني ميكانيك، جيني دي بروسيدي، جيولوجيا على كل إلى آخره، ما عندهمش خبرة في هذا الخدمة. أنكادريتهم، عاونتهم، درنا لا فورميلاسيون تاع بيولوجيا هذا ديفينيتيف، تعلموا رابيدمون، سي دي ستوديون اللي يتعلموا رابيدمون. أحياناً الإرادة وحدها لا تكفي لتحويل حلم إلى حقيقة. الفريق يطمح لتحويل الفكرة إلى مشروع ببعد صحي اقتصادي، لكن إن توفر الدعم المطلوب. For example, لو كان توفروا لنا الإمكانيات، ما نحبسوش غير في برودكسيون تاع الجهاز. كنا قادرين نخدموا for example لي ريسبيراتور، أجهزة التنفس الاصطناعية، ولا نخدموا لي فيزيا اللي يسحبوهم لي ميدسان. هذوك نقدروا نطوروا بروتوتيب ونبيعوه للشركات هما يخدموه. هاد المبادرة تاع صناعة جهاز على كل حال برهنت باللي الجامعة تقدر تساهم في الاقتصاد مثلا، وبرهنت لنا باللي الطلبة تاعنا عندهم كفاءة، عندهم دي كومبيتونس باش يطوروا الانتاج. الظرف خاص والوقت أكثر من مناسب لتبرهن الجامعات على استعدادها لتقديم الحلول، فهؤلاء الطلبة عينة لصواعد جزائرية غايتها الأولى التغلب على العدو البيولوجي.